سلام ونعمة على كل الناس اللي موجودة. أنا أسفة بقالي كتير ما طلعتش، ده لظروف صحتي، لكن النهاردة طلعت عشان أحذر تحذير هام جدا جدا جدا. في حد بيبقى على الفيسبوك بيدعي اسمه الكاهن جرجس عوض وحاطط صورة كاهن وبيحاول يكلم الناس على انه كاهن كنيسة العذراء بكفر الشيخ. طبعا انا شكيت في امره وبعت صورته واسمه اللي موجودين على الفيسبوك وبعتهم لاب كاهن موثوق فيه، وهو سأل في الأبرشية بتاع دمياط وكفر الشيخ، والإجابة عندهم كانت إن مفيش حد بالاسم ده أو بالصورة دي في الأبرشية كلها. فأنا قلت لازم إن أنا أحذر وأطلع أنبه التنبيه الهام دوت علشان محدش يتكلموا يرد عليه، ولو هو حاول يكلم حد عملوا له بلوك، وحاولوا ان انتوا كمان تبلغوا عليه سياسة الفيسبوك. وارجوكوا شير لكل الناس، يعني شير لكل حد عشان الكل يعرف، عشان خاطر انتوا عارفين ان في بنات بتقع تحت ايد ناس ما بيبقوش كويسين، يعني بيدعوا ان هم اباء كهنة وبيقعوا طبعا تحت ايديهم، وشوية كده ويطلبوا منهم فلوس، يقولوا لهم تبرعات، ممكن كمان يخلوهم ان هم يحكوا لهم مشاكلهم، وبقى يبتدوا بقى ان هم يصطادوا البنات بسبب المشاكل دي او كده يعني. ف بليز شير، انا اسفة ان صوتي تعبان، حقكوا عليا، بس انا لقيت ان الموضوع ده مهم جدا جدا ولازم ان انا اطلع انبه عليه. وشكرا وسلام ونعم. ما تنسوش ان انتوا تشيروا الفيديو عشان كل الناس تعرف. شكرا، سلام.